aussi, j'ai vraiment très peur. Vous avez raison. Allahu Akbar, Zeynep. لا في ايه بقى لا بجد في ايه بجد في ايه اليوم الاسود ده في ايه لا 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 مش في ايه يا ست انت لا 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 في ايه رجاء انا عايز امشي لا ايه اللي حصل الله في ايه ايه اللي حصل لنا ده امشي اسمحي لي يعني انا ما اعرفش انا امشي اسمحي لي تمشي اه يا نهار اسود ومنيل تمشي ايه يا دلعاجي مالكي فين الدهب بتاع اللي كان هنا ما اعرفش سولي ليه لعب انا على هنا ايه اللي مين سولي الخدامه اللي عندك لا ما فيش الا انت ورجاء اللي قاعدين اهو البنات هناك ايش انا كنت واقفه معاكي اي طب ايه بقى كنت كان دور معاكي وانت عايزه تاخدي بعضك وتمشي انا ما اعرفش فرجي رجاء هتتم البلوى عليكي وتقولي عايزه امشي لا انا مش قادره خلاص لا خليك معايا عشان تشهد الموضوع ده مش هتمشي تخربي بيتي يا رجاء انت وانت غريبه يا رجاء انا بقت ايامي سودا انا من يوم ما اتسرقت يا حبيبي ما ينفعش تتعامل بالطريقه دي انا كمان مش ممكن يحصل لي كده ما تعصبيش نفسك ما تعصبيش نفسك ما تعصبيش نفسك يا ست انت يا ست انت الدهب بتاعك فين ما تعصبيش نفسك الدهب بتاعك فين وانا مالي اسالي الشغاله ما فيش غيرك او مدام رجاء مدام رجاء هي واقفه شوما المرقد هكا وتقولي لي لها هي حشومه نعم حشومه لا معلش ما تقوليش بقى بقول لك ايه حشومة. لا اسمعني ما اعرفش ابويا لا ده انا بقى خلاص انا حشومه ركبني عصير لا هات ايه ده شنطتك اتفضلي ادي شنطه رجاء اهي هي كتقول انا شفت شنطه رجاء اهي اسمعي لما اقول لك يا ولية انت اسمعي ما مش الا انت وهي كتغوت عليه بحال هكا علاش كتغوت عليه هكا من فضلك بطلي كلام قوي يا بليز اسكوز مي جيب ذا بوليس جيب ذا بوليس اسكوز مي اسكوز مي جيب ذا موبايل انا ناقصه البوليس انا ناقصه وريني شنطتك لا عيب لا وريني شنطتك والله العظيم عيب وريني شنطتك لا عيب وريني شنطتك عيب